قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن تسمح للمسؤولين الأمريكيين ووزير الخارجية مايك بومبيو بالتدخل في العلاقات الإيرانية العراقية، مضيفا أن طهران مستعدة للتعاون في المجال النووي مع العراق في إطار اللوائح الدولية. وأوضح ظريف في حديث للصحفيين بمدينة النجف وسط العراق آخر محطة لزيارته التي استمرت 5 أيام أن العلاقة مع العراق ليست مصطنعة، وردا على سؤال حول الفرق بين زيارته وزيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق، قال ظريف إن العلاقة مع العراق ليست متغطرسة، فنحن إخوة، وهذه أطول رحلة أقوم بها لبلد في هذا العام. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توقيف السلطات الأمريكية الصحفية مرضية هاشم التي تعمل في تلفزيون إيراني بأنه عمل سياسي ينتهك حرية التعبير، وطالب بالإفراج الفوري عنها. وقال ظريف إن قيام الولايات المتحدة باعتقالها يعد عملا سياسيا ولا يمكن القبول به وانتهاكا صارخا لحرية التعبير. وأوقفت هاشم الأحد لدى وصولها إلى مطار سانت لويس الدولي. السيدة هاشمي هي مواطنة إيرانية بسبب جنسية زوجها الراحل، ولهذا السبب لدينا الحق في الاستمرار في الاعتناء بمصالحها كإيرانية. وقد سجنت بطريقة مشحفة في الولايات المتحدة وهي صحفية مشهورة لم تفعل شيئا غير الصحافة، واعتقال السيدة هاشمي هو إهانة واضحة لحرية التعبير وإساءة سياسية لشخص بريء. وأعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة إطلاق سراحها على الفور دون مزيد من